هندريك يوهانس كرويف المعروف باسم يوهان كرويف من مواليد 25 أبريل عام 1947 كان لاعب كرة قدم هولندي وصانع ألعاب وكابتن منتخب هولندا صاحب فكرة اللعب الشامل. كان كرويف العقل المخطط وراء إنجازات منتخب هولندا، يعتبر من أفضل لاعبين على مستوى العالم من حيث السرعة الهائلة والمهارة وسرعة البديهة بالمراوغة والتسديد المقوس من داخل وخارج منطقة الجزاء. وقد اختاره بيلي ضمن قائمة أفضل 125 لاعبا حي في مارس 2004. انتقل في عام 1973 إلى نادي برشلونة الإسباني، وفي أول موسم له مع برشلونة فاز بلقب بطولة الدوري بعد غياب 14 عاما. فاز كرويف خلال مسيرته الكروية بجائزة أفضل لاعب أوروبي 3 مرات. قاد منتخب بلاده للمباراة النهائية بكأس العالم عام 1974 في ألمانيا الغربية، وأمتع العالم بمهاراته، وشعر الكثيرين بخيبة أمل لأنه لم يتمكن من الفوز بالكأس عندما خسر بالمباراة النهائية أمام ألمانيا الغربية 1-2، وكانت هذه المباراة الوحيدة التي خسر فيها في هذه البطولة. وقد فاز في نفس البطولة على البرازيل 2-1، ووقف الجمهور وصفقوا له وتمنوا أن يفوز بالكأس القادمة، لكنه لم يلعب البطولة بسبب التهديدات التي حصل عليها من الأرجنتين. توفي كرويف يوم 24 مارس 2016 عن عمر يناهز 68 عاما بعد معاناة مع صراع طويل مع المرض العضال، حيث تراجعت في الآونة الأخيرة صحته بشكل ملحوظ.